السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة زيت لتكثيف الشعر، رائع جدا، راح يخلصك من الفراغات ويخلي النمو تاع الشعر تاعك يزيد، وينقص أيضا عفوا من التساقط. هاد الزيت واش راح نحتاج؟ راح نحتاج إلى ملعقة، نص ملعقة صغيرة في حبة سوداء، ملعقة من إكليل الجبل. كما راكم تشوفوا عنده إكليل الجبل، عنده فائدة رائعة، عود قرفة صغير، ورد مجفف. كما راكم تشوفوا الورد عنده رائحة رائعة، وأيضا عنده فوائد رائعة. أيضا نزيد نعبيه بزيت الزيتون. هنا تقدري ديري زيت الزيتون أو زيت أي زيت تقريب اللي تحبيه، ولا يخلي شفتيه يخرج على شعرك تقدري ديريه. اللي شعرها مش مصبوغ وما فيش الحنه تقدري دير زيت زيتون عادي جدا. بعدين بعد ما نتحصل على هذا الخليط نديره مع بعضه، نديره في كيس بلاستيكي ونغطيه بكيس بلاستيكي، ولا نغطيه ببابي الومنيوم ونحطه في بلاصه سوداء ونخليه لمده اسبوعين. بعد اسبوعين يمكنني ان نستخدمه، راح تدهني بتصفيه من هذوك الشوائب وتدهني به الشعر تاعك عادي، خاصة المناطق الفارغة، المناطق اللي ما فيهاش الشعر. تدهني الفروة تاع الرأس تاعك مليح، ديريه يوم بعد يوم. تقدري تغسليه من بعد ولا تقدري من بعد ما تغسليش، عادي جدا. مادابيا تجربوه وتحطولي آراءكم وتعليقاتكم.